بدأ بجد بجد اللايف بدأ، بس لسه الناس ما جمعتش معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، كله يبدأ يجمع معانا. اللايف ده ضرب نار فاخر من الاخر. عروضك من اول ايش الناوي؟ من اول 25 جنيه. لا بتهزر؟ لا بتكلم جد. لسه الناس كميات يا جماعة، كله كده يبدأ يجمع معانا في اللايف. نبدأ نجمع قبل ما نتكلم عن اي عروض لينا. يشير اللايف بتاعنا كله يبدأ معانا في اللايف. الدمار ده يا جدعان، عنوانك ايه يا شناوي؟ عنواننا دمياط الروضة شارع الحصار اولاد الشناوي يا جدعان. ارقام الحجوزات والحق قبل نفاذ الكميات. مش هيلحق برضه. الحق قبل نفاذ الكميات. العروض اللي مصر كلها بتستناها وصلت. لسه الناس ما جمعتش. اللي مصر كلها بتستناها وصلت. يلا كده كله ابدأ اجمع معانا على اللايف ده. كله يحط اللايك على الصفحة والقلب. اهم حاجه اللايك والقلب. شو ام جنى وام روضه داخله اول واحده تقول كسبوني بقى، وهي دورها تكسب النهارده، بس هي لازم تدخل اول واحده كده تقول كسب. استنى اما نشوف ام سامح. طيب يلا يا جماعه، يلا يا جماعه كله يبدا كده معانا على اللايف، وكله شير اللايف. ارقام الحجوزات والعنوان يا جماعه دمياط الروضه شارع الحصار اولاد الشناوي، للناس اللي بتجيلنا من اخر بلاد المسلمين. عروضك ايه يا شناوي النهارده؟ 25 جنيه ترنج اطفالي، 65 جنيه ترنج اطفالي فارو وميلتون ب 65 جنيه، عباية قطيفة 145 جنيه عباية قطيفة، أرخص سعر على الكوكب، أرخص سعر على الكوكب. طب إيه تاني يا شناوي؟ سلوبتات الأطفال اللي ب 55 و 65 والنقشات الجديدة وصلت. طب إيه تاني يا شناوي؟ العبايات البولر اللي تميزنا بيها وكسرنا الدنيا بيها وصلت. طب إيه تاني يا شناوي؟ سلوبتات وصلت. طب ايه تاني يا شناوي؟ ترنجات غطس اطفالي بجميع المقاسات، غطس مستورد باقل سعر في العالم كله. ايه ده؟ اللايف ده دمار. كله حرق اسعار بنقول لكم بنبيع ببلاش. الترنج القطه القطقوطه 65 جنيه. الفرو يا جماعه اللي الناس هبلتنا عليه 65 جنيه يا جدعان. ده اصغر مقاس وده اكبر مقاس. بصوا الجمدان يا جدعان، بصوا الجمدان بيجي لك شغل لوكس شماعات 65 جنيه. مش عايزه اقول لكم ان دي هتبقى دي اخر طلبيه، لان كده يبقى في خساره على المصنع. اقسم بالله جايبين الشغل بخساره. ام جنى وام روضه تكسب معانا بقى، لانها بصراحه تعبت معانا. شايفين الترنجات اللي ب 65 جنيه؟ بنورنا ام جنى، خدي الهديه بتاعتك. شغل لوكس، شغل فرو مبطن جوه وبره. 65 جنيه بينزل ب 85 و 75، مفيش حد في مصر هينزله ب 65 غير عندي شناوي بس. 65 جنيه شناوي، 65 جنيه شناوي. الرسمه دي كيتي كتاكيتي 65 جنيه. بصوا الالوانات، لسه الناس ما جمعتش يا جماعه. كله كده يبدا يشير اللايف ده، هيفوتوا كتير، هيفوتوا كتير. بصوا الشياكة، بصوا العظمة، بصوا الألوانات، بصوا الكشميرات. 65، 65 تكسبنا أم جنى وأم روضة. 60، الله ينور يا شناوي. لسه بقى أم سامح شكلها نامت متأخر باين النهارده وما لحقتش معانا. محمد مصطفى، اه ازيك يا مصطفى. الميلتونات يا جماعه، ازاي حته ميلتون شغل تطريز ب 65 جنيه؟ ازاي حته ميلتون شغل تطريز ب 65 جنيه؟ ازاي؟ الله ينور يا ام يوسف، الله ينور عليك. بصوا الجمدان، احلى شغل. بصوا الجمدان يا جدعان، بصوا الجمدان يا جدعان. الله ينور عليكم، الله ينور عليكم. بصوا الحته عامله ازاي. لا في اسوان هنشحنها لك بقى يا ام جنى، بقى هنشحنها لك. تواصلي بس معانا واحنا هنشحنها لك. ازاي الميلتون البطانيه من جوه ب 65 جنيه؟ ازاي؟ قولوا لي بس ازاي. مش الاغنيه بتقول كده؟ ازاي دي ب 65 جنيه؟ مفيش ميلتون في السوق بالسعر ده في فيها مصر. 65 جنيه، 65 جنيه. اسراء الله ينور عليك، الله ينور عليكم كلكم، منورين اللايف. معلش والله احنا اتاخرنا النهارده. اللايف يا جماعه، انا عايزه
محمد اتأخرنا النهارده معلش. اللايف ده عروض وهتتنسى بعد كده. العروض دي معلش هتبقى موجودة. مش هتبقى موجودة تاني، ما عادش هيبقى فيها بقى قطيفة ب 145 جنيه. العروض دي انسوها انسوها. بصوا القمر ده بقى. بصوا الروعة ده بقى 65 جنيه يا جدعان، اتفرجوا اتفرجوا وادعوا لنا. كميات يا جماعة، الشغل موجود في كميات. بصوا النقشة معلش بقى يا اسراء والله اتأخرنا عشان الشغل لسه جاي متأخر. احنا لسه بنفرش ولسه العربية هتنزل حالا. عربية بره والله لسه بننزل الشغل. بسم الله ما شاء الله طول النهار بنفرش شغل. اسراء بتقول لك حجز الشغل بتاع ال 65 حجزاه من اللايف اللي فات على فكرة. 65 جنيه بسم الله ما شاء الله. قصات كاملة قصات كاملة بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. كميات يا جماعة. اتواصلي معانا على على على, على الواتساب. الاكونت بتاع الدلوعة دي انا. احمد احمد عايزه تكسب معانا هديه لابنها بقى. نورينا بقى في المكان. انت كسبتي معانا عشان عشان تباتي فرحانه بس ما تزعليش والله. احنا ليكم كلكم كميات ب 65. انا مش عارفه اوقف الشغل فين والله. احنا مش عارفين نوقف الشغل فين. ده بنسلم عليك يا محمد. ليه بس مش عايشين ليه؟ الدستة بتبقى مشكلة مشكلة؟ اه في ال 65 يا اسراء مشكلة. ام زياد اهلا بيك. 65 يا جدعان واللي ما يشتري يتفرج، الحق قبل نفاذ الكميات. والله احنا احنا بنبيع ارخص من الطماطم والبطاطس والفلفل. تعالى كده بقى، تعالى كده معايا ثانية واحدة. والله تعالى اسكني جنبين. بصوا يا جماعة. ام لميس. بصوا يا جماعة، العربية هتنزل حالا. فرشة خمسة. خامس فرشة النهاردة. العربية اهي. اهي يا جماعة الشغل اهو. هينزل حالا. معلش والله يعني لسه بننزل الشغل اساسا اهو. شايفين؟ مفيش مشكلة انا ابعت لك الهدية مع شغلنا. قصات كاملة هتنزل حالا. خليك بقى معايا يا محمد. ما عدناش عارفين مين يحط مكان الشغل. خمس عربيات بفضل الله. خمسة 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 مفروشين النهاردة. خمسة بقصات كاملة. نيجي بقى على عظمه بقى. احنا مكسبك، انا مكسبك يا مصطفى هديه، انا مكسبك بس انت ما تواصلتش معانا على فكره. نشحنها لك فين ولا نعرف عنكم اي حاجه. ترنجات الاطفالي ترنجات الاطفالي وصلت. لا اي حاجه على العربيه بجنيه ده كان زمان بقى. بص الشياكه. لا مفيش دخل. دخل 135 جنيه لسه شويه. 135 جنيه يا جماعه. بصوا الحته فارو في ميلتون. بصوا الحته 135 جنيه. اي والله خمسة من العين ربنا يستر علينا. 135 جنيه شناوي. 135 جنيه الحته بتتكلم. بالمناسبه الاطفالي بيخرج بالسري مقفول. يعني النص دسته دي الحته اهي اهي تدخل كده عشان ما تتمطرش. بيجي لك النص دسته والدسته كده. ترنجات الميلتون اللي ب 135 موجود. هوريكم الموديلات الجديده يا جماعه. في موديلات جديده بقى. لا هو احنا ما احناش فايقين للدخل بس مش اكتر. 35 حرام والله نقعد نفتح كل دول. 135 مش هنفتح. 135 مقاسات من 6 ل 16. طب جايب لكم بقى عرض دمار شامل هنفتح منه حته. ام جانا احنا كسبناك يا ام جانا خلاص بقى احنا كسبناك. على الموديلات دي عرض. لايكات بقى يا ام جانا وشير بقى. لايكات وشير. واحمد احمد كسبت معانا لايكات وشير. يا جماعه موجود كميات. احنا في الاطفالي فرشين فرشين كميات. تروبيتات بيجامات ترنجات كله. والله واخد بالي يا مصطفى مكسبك 11 سنه فاكر. بصوا الحته الميلتون دي انا قلت مش بنسى يا جماعه. بصوا الحته الميلتون دي في جاكار. الحته الميلتون اللي في جاكار هنعمل ايه يا اسراء؟ هي لازم تفتح كده. بصوا بصوا والله عايزه 50 واحد يشتغلوا وراها. دي بقى ايه؟ دي بقى ب 125 جنيه. ب 125 جنيه شايفين؟ في سلوبيتات هتتعرض دلوقتي. شايفين يا جماعه؟ مقاسات من 6 ل 16 ب 125 جنيه. اهو اهو يا جماعه. اسراء هكسبك اللايف الجاي اسراء ان شاء الله. موجود تشكيل ما حصلش. الارقام بتاعتنا كلها عليها واتساب. موجود تشكيل.
عليكم السلام عبد الرحمن مجاهد، اهلا بيك. منور. عرض بقى النهارده لاستاذ عبد الرحمن، عرض ما حصلش، اصبروا عليا. هنزل لكم دفايه حريمي ب 49 جنيه لاستاذ عبد الرحمن يا جدعان. عمركم سمعت السعر ده في مصر؟ طب اقول لكم التقيله بقى وخصم الكميات. تمام. ولع يا شنام، ولع في الشغل، احنا اللايف ده حريم. يعني ايه دفايه ب 49 جنيه؟ الناس عايزه تعرف العنوان، ورقه العنوان معلش. عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار اولاد الشناوي. ودي ارقامنا للتواصل على الواتساب. الحق واستنى الدفايه راح لكم هناك، مفيش مكان. والله ما في مكان وبالناس العربيه شغل يا جماعه بفضل الله. بعد اللايف صعب جدا يا ام زياد، بعت الرسائل على الواتساب على الارقام دي وهنتواصل بكره. لوكس ببلاش 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 يا شناوي، مولعين في الاسعار ومولعين الدنيا. بصوا النقشات 100 نقشه، 100 شكل، 100 لون، مفيش حاجه فيها مش موجوده. اسراء اسراء بتمثل على الاستاذ عبد الرحمن. بسم الله ما شاء الله فروات دودي. لا احنا بنرد على الناس كلها. على فكره عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو مهند. موديلات بسم الله ما شاء الله، موديلات شايفين، شايفين الشغل الملتونات، جميع المقاسات يا جماعه، الدلوعه. شكرا ليكي بجد، جميع المقاسات، ارضة الجمال. اهلا بيكي. كل الاطفال عايزين لايفين ثلاثه. بص يا ام زياد اقسم بالله احنا مطحونين مش فايقين اساسا، يعني معلش بس تواصلوا معانا، احنا مع الكل مش انتوا بس والله. طبعا. هننزل لكم الفرشه الجديده، هننزل الفرشه حالا، الشكاير هتنزل كده برج ان شاء الله. بصوا الجمدان 135 جنيه يا جدعان. هنولع في الدنيا. افتح لنا الميلتون يا شناوي. حاضر. حاضر حاضر. الديزني اهو يا جماعه، المره الثالثه دي ولا الرابعه؟ الخمسه وحياتي. ماشي. الديزني يا جدعان. الخمسه عشان الحسن. 80 جنيه. الناس بتبيع ب 90 و95 كميات، عشان هو بيبيع لكم من اول بسته ب 80 جنيه. بالمناسبه الديزني بالدسته. مقفوله كده. بالدسته. الديزني بالدسته. الصقر الجارح اهلا بيك. يا رب ربنا يبارك لك في الشغل ويرزقك. شكرا ليك من هنا اجدع ناس. بص الديزني وجماله ازاي، دي حته مستورده ب 80 جنيه. الاسماعيليه عايز اخدم اهل البلد. 80 جنيه. اهلا بيك يا ابو مهند، احنا تحت امرك. الديزني الاصلي علامه الديزني يا جماعه ب 80 جنيه. ليه بس؟ تعبت مني ليه بس بيسان؟ الشناوي ما بيهزرش. في طبعا رسومات كتير وهنزلها لكم على التليجرام. بكام الديزني يا شناوي؟ ب 80 جنيه. الله ينور عليك. انا بدات البولر اهو. البولر اهو ب 135. البولر ابو 135 ارخص سعر على الكوكب اهو. اهو يا جدعان الناس اللي طالبه بال 500 حته وال 300 لا استنى لما العربيه تنزل. اهو صالون العربيه. عربيه يا جدعان معايا لاخر الليل، معانا عرض احتكار. تعالوا بقى نوريكم الجمدان بقى. تعالوا بقى نوريكم الجمدان بقى. مش لاقي مكان اقف فيه، انا مش لاقي مكان اقف فيه. العباية اللي ب 145 جنيه قطيفة. ايه ده يا شناوي؟ عباية قطيفة هايدي ب 145 جنيه ما جابتش قماشها. والله ما جابت قماشها. طب نبص عليها بقى. نبص على الجمدان. تعالى يا عم محمد بقى كده. ايوه. 145 جنيه العباية ام جيوب الاستراس اللي بينزل ب 220 و 210 و 195. شناوي بختار لكم. 195 جنيه. 145 جنيه مش هيتكرر تاني. اكذب عليك لو اقول لك هكرر لك العرض ده تاني. طب ليه يا شناوي؟ العرض ده بيعه وبايعينها بثمنها. يعني محدش في مصر هيسلمك السعر ده. عباية قطيفة ب 145. ابو مالك منور الدنيا. ولع يا شناوي اهو يا جدعان. شايفين؟ 145. ام زياد بتقول لك عاوزة منها، عاوزة منها اهو بتحجزه. الناس الناس يلحقوا يحجزوا بقى. الحق انخلصت، انا مش مسؤوله. انسوا العرض ده. نزلوا الشغل هنعرضه. احنا نزل يا باشا معانا الناس لاخر الليل. ابو مهند الله يكرمك. 145 جنيه العباية. ام جنى شير بقى، شير ام جنى وام زياد وردة الجمال. المقاس، المقاس محترم، لا مقاس متاكل. لايكاتكم فين يا جماعه؟ 145 جنيه شناوي زي ما
بنقول ايه؟ ضيع يا شناوي السوق كله اهو. لايف اكبر يا جماعه مش اي كلام، احنا بننزل بشغل اقل من ثمنه، اقل من ثمنه. شايفين 145 دي الالوان، بيجي لك الشغل بالواناته كده، مقاسب لناس محترم. حاضر نحجز لك منها. حاضر. 175 ارخص من المطامع. بصوا كام لون. وفاء محمد عاوزه دستة واصل يا باشا على الارقام بتاعتنا. الله ينور. واللي مش هيكتب الله ينور مالوش عند عرض العبايه، مالوش شغل اساسا. 45 جنيه شناوي اهو. هات لي مصنع في مصر ينزل لك السعر ده لايف وقدام الناس. ام زياد لا ما تقلقيش هنجيب لك منها. حاضر. نيجي بقى للعظمه اللي عليها الضيوف. لا بصوا خلينا في عرض الدفايه، نحرق العروض ورا بعض. ده بقى عرض الاستاذ عبد الرحمن ب 49 جنيه. الشحن الشرقيه 60 جنيه نغم. 49 جنيه، وعدتكم لميه هتسمعوه بسعر ما نزلش في مصر. طب 49 كده هقول لك عرض خاص. لا وفي خصم للكميات. بس الكميات دي يعني هنكسب بس واحده واحده كده، خليكم معانا للاخر كده. بصوا يا جدعان دفايه ب 49 جنيه. شحن الشرقيه 60 جنيه. شايفين؟ ما بنهزرش. ما بنهزرش. الدفايه ب 49 جنيه شناوي. طب في كميات؟ موجود كميات. موجود كميات. بصوا دي نقشة. نقشة تانية وبصور. الشغل بصور. مش شغل مرمي على الكورنيش وشعبي. سلام يا أم زياد. لا ب 49 جنيه الدفاية. خد وبيع ب 55. خد وبيع لزبونك ب 55 جنيه. موزع ايه بس؟ احنا والله تعبنا ما قلنا عارفين نفتح فين. اهو. تقول اعملوا موزع لأصفاق. شايفين الخامة؟ شايفين الخامة وتقولها؟ شحن المحلة 60. شايفين 49 جنيه الدفاية. لا تسمع اللي يقول لك ب 57 ولا ب 59، اهي ب 49. شحن الجيزة 60. الخامة الخفيفة شوية. بنها 60. ب 49 جنيه. الصعيد كله من 70 ل 100، بقية المحافظات 60. بصوا الريشة الشقية. رسومات كلها غوامق. بصوا الكاروهات. الكاروهات دي بتاعتي. الناس عاوزة زي العباية اللي أنت لابساها. حلوه العبايه؟ جميله. عبايه الله في الحر. اما انزل لكم العبايه دي. ابو ملك ابو ملك بيقول عايزين العبايه اللي ام ملك لابسها. عبايه الحر يا جدعان، دي العبايه اللي بنزل بيها احرق الشغل واخرج. اه والله. بصوا الجمدان. شحن جنوب سيناء من 70 ل 100 جنيه. 49 جنيه يا جدعان، واللي مش هيشير اللايف مش هياخد العرض ده. مش هياخد عرض استاذ عبد الرحمن. أيوة. 49 احنا خلاص سميناه العرض بتاع استاذ عبد الرحمن. ماشي كده؟ العرض ده مصر كلها تفتكره. يعني اللي هيطلب يطلب عرض الاستاذ عبد الرحمن. نيجي بقى للعظمه اللي عليها الضيوف. عمركم سمعتوا عن بيجامه خامه مش موجوده في السوق ب 80 جنيه؟ لا كده كتير علينا يا شنان. ده مش كتير وبس. بصوا الحته. بصوا ب 80 جنيه. ب 80 جنيه. شحن البحيره 60 يا مريم. ب 80 جنيه البيجامه النسر. حاضر يا ابو مالك. حاضر. الوانات ايه بقى؟ يا لهوي على الالوانات. الخامه دي مش هقول لك اسمها، هنسميها الفانكوش. انا خامه جديده والله العظيم، خامه جديده. بيسان بتحبك قوي قوي قوي. بيسان حبيبتي وروح قلبي. بصوا الخامه ام جنى قطايه. احنا مبطنه من جوه. قطايه في المكان بره ما نقدرش نبيع قطايه. مبطنه من جوه زي القطيفه. بصوا بقى الاكره معاك ل 120 كيلو ب 80 جنيه شناوي. ما بشحنش اقل من دستتين. لكره طول وعرض. شايفين؟ بكام يا شناوي؟ ب 80 جنيه. بنطلون قطيفه. ب 80 جنيه. خلص عرض البنطلون القطيف. انتظروا عرض البنطلون الجاي. ببلاش ينزل لكم بسعر مش في خيالكم. بصوا الصور يا نغم هتنزل كلها على التليجرام. بصوا الدفايه يا جماعه. بالاسعار بعد اللايف ان شاء الله. بصوا الحته عامله ازاي؟ قطن يا جماعه، دي الحته دي تاخدوها تقولوا عليها قطن مبطن قطيفه. الخامه دي خامه الفنكوش، والله ما تعرفوا لها خامه. ب 80 جنيه. بصوا الشناوي. بصوا الشناوي عامل لكم ايه؟ عامل لكم فنكوش يا جدعان. ب 80 جنيه الشتوي. ب 80 جنيه الشتوي. وايه مبطنه قطيفه، مبطنه قطيفه. خد وبيع ب 100 جنيه. انزلوا كلهم على الجروب دعاء باذن الله ما تقلقيش. شايفين الليكرة في الخامه والطباعه في القماش نفسه، الطباعه في القماش مش هتقشر معاك. بصوا الحته، شد وقطع واغسل وزبونك لو حصل لها حاجه بعد الغسيل هتهالي. محدش هيقول لكم الجمله دي في مصر. بعد الغسيل. وال 80 جنيه. طب ما نغسلها قبل ما اعمل لكم اللي احنا هنغسلها قبل ما نطلعها. السنه دي شغلنا الحمد لله مسيطر. ورده هننزل الصور. حاضر وهننزل الاسعار. بصوا الجمدان يا جدعان، قسما بالله دي خمس عربيات تفرش النهارده بفضل الله.
نبدأ بقى من بكرة الدعك بقى. نلحق يحجز قبل نفاذ الكميات. والله ما نلحق أساسا نرد عنا ربنا. 80 جنيه 80 جنيه ميرو بتقولك منورة يا أمراية. شايفين الجمدان العصفور ده يا جدعان؟ الحقوا العصفور. رضا الرحمن بتقولك انت ازاي بتبيعوا العباية ب145؟ مفيش حد هيسمعك السعر ده في أحلامك. احنا الشناوي يا جدعان، الشناوي ده بيبيع لكم الشغل أقل من ثمنه. حطوه تحتيها مليون خط. مفاجأة اللايف الجاي قسما بالله مصر كلها هتقف على الأسعار اللي هتنزل. بصوا كل لايف انسوا شغل اللايف اللي قبليه، كل لايف انسوا شغل اللايف اللي قبليه. ليه بقى؟ بناكل الشغل. بسام بتقولك انا عايز اقرض ب 10000 مش هيكفي والله. شايفين يا جدعان؟ شايفين الشغل. ومعانا عرض يا جماعه، اي عروسه اي عروسه هتيجي المكان تاخد شغلها فرشتها بسعر الجمله بالاسعار بتاعه اللايف دي ب 80 جنيه شناوي. ده بقى الترند بقى. هديه مننا ليه؟ اي عروسه دخلت التونيك ده الحمد لله مش مناهضين عليه شغل، مش مناهضين عليه شغل. تونيك الامهات اللي مش مناهضين عليه شغل مكسر الدنيا. التونيك ده اهو يا جدعان مكسر الدنيا اهو يا جدعان. بصوا انت عامله ازاي التونيك امهات. بصوا الرسومات بتاعته تقفيل وشغل ما شاء الله، الله اكبر. حاجه لوكس. والتونيك الجديد وصل، تونيك البطه يا جماعه. هات لنا قطعه، هات لنا قطعه من البطه دي. احنا رايحين للجنب ده دلوقتي. ماشي لسه هنروح هننهي اللايف بعروض اجمد من اول اللايف والله العظيم. ام مسلم انا حاسه ان النور هيطلع. تسلم ايديكم والله العظيم. بسمه بتقول لك كل لايف بطلب اوردر. كل لايف لسه لسه يا بسمه لسه هتطلب. احنا الموسم قطع لا 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 انا ما بطلعش قطع، انا شغلي جمله بس. قطع في قلب مكاني. سافروا بقى تعالوا لي. بناء على طلب المشاهدين والمتابعين واصدقاء الخاصين واصدقاء الصفحه الترنج الغطس الاطفالي. ايوه اربع مقاسات. انتوا عارفين الغطس بتسمعوا اسعار كام؟ 185 195 225. الشناوي هيبيع بكام؟ 145 جنيه غطس مقاسات ستاندرد. الغلطه معايا بحساب في الشغل ده. ام يوسف ربنا يعينك معانا برضه يعني. انت هتروحي فين؟ بصوا الغطس يا جدعان ده اصغر مقاس، مقاس اربعه. انتوا متخيلين؟ ده اصغر مقاس، مقاس اربعه كله بالحلاوه. شايفين مبطه قطيفه من جوه، شغل بسم الله ما شاء الله، جيوب طباعه محترمه ما شاء الله من يعني. ما شاء الله ما شاء الله. سوسته بصوا على الشغل، بصوا على الشغل. 145 جنيه العنوان. ورقه العنوان يا احمد، ورقه العنوان 145 جنيه. نوريكم بقى اكبر مقاس اللي هو مقاس 10. ورقة العنوان تسنيم، شغل محترم. تسلم ايديك. بصوا مقاس 10 يلبس 12 سنه. امسكي ورقة العنوان الناس اللي بتسأل. الروضة شارع الحصار اولاد الشناوي. الناس بتسأل التونيك بكام؟ داخلين فيه حرق الموسم ده، داخلين فيه بأسعار محدش هتسمعها في مصر كلها. فرج على مصر وسيبنا احنا للآخر، لف في مصر وتعالى لنا احنا آخر ناس. حد سلمك الحته بالسعر بالخامه دي ما تشتريش، هديك الشغل ببلاش. لما يكون الغطس اللي بينزل ب 185 عندي الشناوي ب 145 يبقى احنا عاملين قلبان في السوق كله. بنشحن القاهره نوره، بنشحن اي دوله في العالم. اللوك شايفين مقاس 10؟ شايفين؟ شايفين الترنج؟ شايفين البطانيه من جوه؟ غطس من بره قطيفه من جوه. بناء على طلب خليكي معانا ورده الجمال والمتابعين. اهو يا جدعان لما يقولش علينا بنتك تعيط مبروك بنتك كسبت معانا مش انت، بنتك اللي كسبت. اهو يا جدعان اهو يا جدعان كده ثلاثه معانا كسبوا. ما بصوا الالوانات بقى، كشمير بني تركواز احمر ونبيتي. نبيتي وكشمير وبني وتركواز والاحمر والاخضر الفاتح المنت جرين. اسراء رايحين للعبايه البولر اهو تاني، رايحين للعبايه البولر تاني يا اسراء. احنا داخلين على البولر، داخلين لسه. احنا لسه علينا. بنسمي يا جدعان. بصوا بقى الجمدان ده بقى، بصوا الجمدان، لان بكره اليوم كل الدنيا مقلوبه. السلوبيتا، السلوبيتا ب 55 جنيه. الناس اللي ما عجبهاش اللون البني جبنا لكم اللون الاسود. في بني واسود يعني، انتوا اختاروا اللون واحنا معاكم. احنا لسه مكسبين الصعيد حاله ابو ملك اهو يا جدعان. هتكسب معانا اللايف الجاي ان شاء الله. وكبرنا لكم الماء.
المقاس، اقسم بالله كبرنا المقاس، وب 55 جنيه شناوي. في سلوبيطه في مصر بالسعر ده؟ في سلوبيطه بقرنين في مصر بالسعر ده؟ بقرنين حتى مصر. بصوا قرنين دول بالخمسة جنيه اهو، والمقاس كبرناه. المقاس ده يا جماعه يلبي السنتين، اكبر من المقاس ده، اكبر من المقاس ده، يعني اللي خد المقاس ده ده اكبر منه. ام زياد هتكسبي معانا طبعا. انت ام زياد بخمسه مش زبونه، ده انت صاحبه مكان اهو يا جدعان. شايفين اهو، شايفين فرق المقاس؟ والله بقى مش عارفين يا ام جنى. 55 جنيه يا جدعان، الاسود والبني، يعني اللي عايز لون البقره ده واللي عايز لون البقره ده. يا جماعه العظمه اللي عليها الدور، السلوبيتا السحابه. بما ان السحابه معانا ترند الترندات، عملنا لكم السلوبيتا السحابه اهي اهي ب 65 جنيه السلوبيتا السحابه. بصوا الالوانات بقى، ممكن تطلبي اه بصوا بقى لا ممكن تطلبي، بس قال لي كميه شحن دستتين برضه. كل ده تصنيع الشناوي، شايفين الشناوي؟ لا يا استاذ عبد الرحمن، ما مش على الله في الوقت الاوردر بتاعك خالص. انت الاوردر بتاعك يا باشا معروف سكته راح فين وجاي منين، ما تقلقش، وهو معروف يعني. السلوبيتا السحابه الشناوي منور اهو، شايفين حته الشناوي؟ شغل على الطبيعه، تصنيعنا شغالين بولر بكميات مفتوح، 1000 2 3 معاك ل 10000 حته. كل اسبوع بنستلم 4000 حته بولر. بصوا الجمدان اهو، 55 65 جنيه السحابه، سهام المنزلاوي. 55 البقره، 65 السحابه. الله ينور سهامكم، الله ينور سهامكم، وحشه سهامكم والله. بصوا الجمدان يا جدعان، الشناوي مسيطر، الشناوي مسيطر، والحق قبل نفاذ الكميات اهو. شايفين الجمدان ده؟ شايفين الكم الواسع؟ الناس عايزه العنوان، الناس عايزه العنوان، احنا عايزين نلزق العنوان وحياه ربنا. تعالى يا ابني دور لي على العنوان، تعالى يا ابني دور لي على العنوان. العنوان تاه ولا ايه؟ العنوان تاه وسط الهدوم. عنواننا دمياط، الروضه، الشارع، الحصار، مصنع اولاد الشناوي. كل ده هدوم هتتطبق، ناس بتيجي عليا بسبب الهدوم ده. يلا الناس اللي شغاله معاك على طول. العبايه السحابه. العنوان فين العنوان؟ مش ده العنوان والمصري؟ مش ده، لا مش ده العنوان الجنب ده اهو، انا فاكره انا حطيته الجنب ده اهو. مش مشكله انا حافظ العنوان. حافظين العنوان، احنا هنكتب لكم ثلاث عناوين على اللايف. بصوا العبايه السحابه الامهات 135 جنيه. طيب هل ترنجات الاطفال سن 10 سنين كل المقاسات، الميلتون 135 من 6 ل 16، الاطفالي الغطس من 4 ل 10، و10 يلبس 10 و12 سنه، و4 يلبس 4 و6 سنين، مقاسات كبيره. بصوا بقى الوان السحابه الجديده بقى، بصوا اللون ده ام مسلم. والله اما مضغوطين يا ام مسلم، معلش. بصوا اللبني ده، بسمة عطف دخلت كتبت العنوان للناس. اه بسمة قلت لكم على العنوان يا جدعان. الله ينور عليك يا بسمة حبيبتي. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الالوان الجديده. سجا ابراهيم شكرا ليك. بصوا الالوان دي، ام سامح الحمد لله على السلام. شناوي وعبايه السحابه الشناوي، السوق كله ينزل شغل. اقف استنى الشناوي في الطابور، 135 جنيه، وعاملينها ايه؟ بياقه وبزنط الاثنين اهو. مشوار بعيد عليكي احمد، المشوار بعيد عليكي. شايفين السحابه وجمدانها؟ 135 جنيه، ربنا يبارك فيك يا ام زياد. اهو يا جدعان، شايفين الايد؟ شايفين؟ ايوه لايكات بقى، لايكات. شايفين التقفيل والمقاسات؟ شناوي خاربها. لايكات بناتي حبيباتي، شير بقى يا جماعه، شير. الشناوي خاربها حرفيا، عايزين نوصل لاكتر عدد اهو. بصوا السحابه، بصوا السحابه اللي هتمطر علينا. 105 وكام؟ 135 جنيه. شوف هتعمل بيهم ايه؟ هتشتري من عند الشناوي، تشتري من عند الشناوي طبعا. بصوا بقى الجمدان بقى، سلوبيته الشناوي الامهات. ايوه السلوبيته دي نازله في اماكن 180، ومش هقول لك الاماكن دي مين، ونازله في اماكن ب 170. شوف احنا متابعين السوق ازاي، برضو مش هنقول لك الاماكن دي مين، مش هقول لك الاماكن دي مين. هتنزل بقى عند الشناوي بكام؟ طبعا لازم اقل 30 و40، احنا مسيطرين يا جدعان. بصوا الله، نروح في داهيه بقى. بصوا بص مقاس امهات يا جماعه، بصوا المقاس، مقاس امهات يلبس ل 90 كيلو. رضا الرحمن عايزه عبايات سودا خروج. بصوا الجمدان، بصوا طول السلوبيتا عامل ازاي، ما نسد بس اللي علينا. حاضر. السلوبيتا كاو، السلوبيتا كاو يا جدعان. بصوا الجمدان يا جدعان، بصوا الجمدان يا جدعان، بصوا المقاس امهات. عوض شوقي قطعي في المكان، ما بشتمش قطعي. المقاس ده مش موجود في السوق. بصوا درجات الالوان يا جماعه،
بكام بقى؟ عشان انا اللي عايز اعرف بصراحة. والله العظيم نازلة ب 185 ومقاس عرايس. مقاس عرايس. شايفين؟ ومن غير القرنين، احنا عاملين القرنين اهم. احنا عاملين القرنين اهم. اهم. في شحن شبرا طبعا. بصوا الجمدان 150 وخصم للكميات، وخصم الكميات ايه؟ هيبيع بسعرنا. شايفين الجمدان 150 وكميات هيبيع بسعرنا. بصوا الجمدان يا جدعان الروبل فولر السحاب، احنا عاملين تعاقد مع السحابه الموسم ده. سيد ابراهيم والله مضغوطين، معلش هنرد عليك. تواصل بس معانا. الروبل بولر، البولر طبعا الحمد لله احنا ماشيين على الترندات. عارفين يعني ايه ماشيين على الترندات؟ احنا اللي بنعمل الترند، احنا اللي بنعمل بفضل الله الترند. بصوا الروبو جماله، بصوا الروبو شياكته، مقاس محترم. شايفين يا جدعان؟ تسلم يا تسنيم، ربنا يبارك فيك. شايفين يا جدعان الرواب وجمالها؟ شايفين؟ والله احنا بنتقي ربنا في الخامات وفي الاسعار، وكله بقى برزق الله. الروب الفارو، الروب الفارو 135 جنيه شناوي، 135 جنيه شناوي. عايزه اوريك كده كام لقطه جامدين تحت. الدفايه الرجالي مقاسات اكس 2 3 75 جنيه، 75 جنيه شناوي. الحته المفتوحه اهي عشان ما نفتحش كتير، لان قسما بالله احنا تعبنا تفتيح. موجود اهو الدفايه دي، ما بعرفش يطبق بتهيألي. لا يدور على، يدور على العنوان بس. دور على العنوان لان الدنيا عامله قلبان. دور على العنوان لان حلوه الجمله دي. بصوا دفايات الرجال يا جماعه، الصوف الاصل النظيفه، احنا برضو اللي بنصنع الحته دي. الناس بتسال على عنوان علياء، عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار مصنع اولاد الشناوي. تواصل معنا على الواتساب على الارقام بتاعتنا. احنا اتطورنا يا جماعه، متاح شحن لاي مكان في الجمهوريه ان شاء الله. الفرو الكتكوت الجميل ده يا جدعان، بصوا لا احنا عاملين شغل. الله ينور، الله ينور. ممكن سما موسى، ممكن طبعا تخدم شكل طبعا. الله ينور يا شناوي. بصوا بصوا المقاس عامل ازاي. المقاس ده مش موجود في السوق غير عند الشناوي بس. دور في السوق كله على مقاس يلبس في الفرو ال 90 كيلو. ورده الشير بقى يا ورده. شايفين الشغل الفروات يا جماعه؟ الفرو الاصلي. لا العنوان عاوزين دفايات رجالي قطيفه. نعمل لكم، نعمل لكم يا جماعه بندكس، بندكس اهو. نعمل لكم يا جماعه، نعمل لكم اللي انتوا عاوزينه. عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار اولاد الشناوي. ام جنى هتاخدي قطر من اسوان ان شاء الله توصل القاهره، ومن القاهره تركبي قطر هتوصل عندنا في دمياط. ومحدش يرن الساعه 3 بالليل. محدش يرن الساعه 3، مش هرد، بس هرد عليكم تاني يوم. ابعتوا على الواتس يا جماعه، مفيش رساله مش هنرد عليه. السلوبيتا، السلوبيتا محدش يركز على رقم ب 150 يا اسراء. ابعتوا على التلات ارقام. امهات تلبيس كبير، ابعتوا على التلات ارقام. بصوا العظمه بقى اللي عليها الدور بقى. بصوا بقى الشغل اللي في شنط بقى. رضا احنا عرضنا بقى العنوان وعرضنا ارقام التواصل. بصوا الشغل بتاعنا بقى، شل اللايف، واهم حاجه في التعليقات الله ينور عليك يا شناوي، عشان عرض اللايف الجاي مصر كلها مش هتصدقه. الله ينور عليك. ثمنه ام فهد، اهلا بيك. اقل من ثمنه، احنا قاعدين نبيع كل الشغل اقل من ثمنه. والناس اللي فاهمه ان احنا بنضرب شغلها، احنا لينا سكاتنا، ما بنضربش شغل حد، احنا السوق كله بيمشي ورانا. والله بنبيع تكلفه يا جماعه اقل من التكلفه، فما حدش يدور، ما حدش يدور ورانا. اهو شايفين العظمه دي؟ اللي يحكوا دي يحكوا. شايفين العظمه دي؟ ترنجات الرجالي في المصنع باذن الله قدامها اللايف الجاي، باذن الله اللايف الجاي هنعمل لكم. بعدين بعدين كامل بيتعمل لسه. شايفين عينات ليا الاول وبعدين نبقى نعرض لنا. شايفين العظمه؟ هتشوفوا العينات على الاستاذ محمد. ايه رايكم ننزلوا اللايف الجاي بعينات الترنج الرجالي؟ روح فين؟ شايفين الجمدان اهو يا جدعان؟ شغل الله ينور عليك يا شنام. فروات 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 فروات، مقاسات خاصه. الدفايه اللي ب 65 جنيه الفايبر المكسر، شايفين مقاسنا ده؟ بيبيعوه جامبو ب 75 جنيه، والله العظيم بيبيعوه جامبو ب 75 جنيه. اهو عندي شناوي بكام؟ 65 جنيه. سعر تنافس يا جدعان. لا يا ام زياد بقى، السويتات شيرتات اللي كانت ب 85 دي الله يرحمها اتدفنت. شايفين المقاسات؟ اتدفنت وقرانا عليها الفتح. شايفين المقاسات؟ شايفين يا جدعان 65 جنيه شناوي، ومش هقول لك جامبو، ده مش الجامبو بتاعنا.
الجوب بتاعنا بيلبس اكتر من كده بكتير. اهو خانوا بس هما الكذب اهو. ده بيبيعوها بكام؟ ب 75 جنيه ويقول لك كامل غصب عننا والله، معلش مضغوطين والله. اهو كله هيموت، ربنا يستر ويجيبها جمايل. بطانيه، الخامه بطانيه، الخامه علينا ونروح. اهو بولاراتنا يا جدعان، بولاراتنا وشغلنا في فضل الله. انت فين يا مسامه؟ اللايف كله مستني مسامه. اللايف كله مستني مسامه. بص العظمه، لسه هوريكم الشغل الجديد في اخر اللايف، اصبروا على رزقكم. موجود يا مجاهد احنا تحت امرك. كده هنفتحها في اخر اللايف، احنا هنيجي نصور هنا، هنيجي نصور اخر اللايف يا جدعان. بصوا الجمدان، الله ربنا يستر علينا. بصوا الجمدان يا جدعان، البيجامه الكابلز الروعه دي، شايفين؟ الله ينور عليك يا شناوي. 150 جنيه، 150 جنيه يا شناوي. توكا وبنعمل خصم للكميات. توقع المحلة، أهلا بيك المحلة وأهل المحلة. وبنعمل خصم للكميات، بنبيع أقل من المصانع. الدخل شوية كده هندخل، شوية بس كده. ترنج الفرو الروعة ده أبو جيوب وتطريزة أرنب في النص 150 جنيه. 150 جنيه. إسراء بتقول لك عاوزة واحدة هدية. اللايف الجاي يا إسراء. افضلي معانا على طول كده. سبونج بوب، أنا سبونج بوب يا جدعان أهو. سبونج بوب وجمال سبونج بوب. بصوا الجمدان، الموديلات الجديده. الناس عاوزه دخلي، في دخلي. دخلي؟ شويه كده؟ احنا بنغلب. عايزين بكام؟ عايزين بكام واحنا نجيب لكم الدخل ببلاش الا ربع؟ ما خلاص ببلاش الا ربع يعني. عايزين بكام؟ عايزين بكام يا جدعان؟ اكتبوا لي في التعليقات عايزين اسعار ايه؟ بصوا البيجامات. بصوا البيجامات. بصوا الفروات، بص الشغل تحفة، كله أهم حاجة. خمسة في خمسة النهاردة الخميس. أهو والله، أهو والله، والله ربنا يستر. أهو الله ينور عليك يا شناوي، الله ينور عليك. لسه هدخل لكم على العربية الجديدة دلوقتي. طب يلا بس العربية القديمة دي الأول. بيجامة الشناوي، بيجامة الشناوي يا جدعان القطيفة، بيجامة الشناوي. مس رشا عايزة تشوف العبايات القطيفة. هنوريكم العبايات، هنوريكم كل حاجه، هندخل لكم على العبايات القطيفه دلوقتي. نقلت عبايه قطيفه؟ عبايه قطيفه نقله الاسبوع الكامل كامله. قبل السفر ولا بعد السفر؟ عبايات قطيفه ببلاش، الشناوي بيوعدكم باسعار ما نزلتش السوق. ومش هنقلل. الله ينور عليك يا مسامح. الاسعار في اللايف، ومسامح جت؟ ومسامح جت اهي. حبيبتي. والله العظيم محمد بيعزك يا مسامح. بصوا الجمدان، مسامح قاعد على جروب الرضا ايه ما بتبطلش. بصوا البيجامات، الارنوب الجامد ده، متابع عندي ثلاث مقاسات محترمه كامل. وادي النطرون، وادي النطرون ده ياخد شحن، ما فيش مكان قريب لنا خالص هناك. الدفايات الاطفال اللي مكسره الدنيا الترند. انت في الجنوب واحنا في الشمال. و35 و40. العنوان بتاعنا فين؟ نيجي بقى العنوان بتاعنا للعرض الضمان. العنوان بتاعنا قبل العرض الضمان، قبل العرض الضمان. علي ابراهيم عايز يسال عن عنوان وزينب الروضه شارع الحصار اولاد الشناوي. دي ارقام التواصل بتاعتنا يا جماعه على الواتساب. لما حد هنرد النهارده، هنرد من بكره ان شاء الله. اهو يا جدعان العربيه نزلت، الدلوع العربيه نزلت، هنروح عليها دلوقتي حاضر. العربيه نزلت نروح عليها دلوقتي حاضر. عرض ال 25 جنيه، عرض ال 25 جنيه مقاس اربعه، عرض ال 25 جنيه اللي مصر كلها بتستناه. ترنج الاطفال ابو 25 جنيه مقاس اربعه يا جدعان. بصوا الرسومات والالوانات. حد في مصر بينزل لك السعر ده؟ عند شناوي مفيش اسعار. مفيش اسعار اهو. لسه في حاجه ب 25؟ اقفل المروحه. طير اقفل، اقفل المروحه. اطلع على الشفايف. احنا عايزين سبايدر مان في قلب المكان. ام مسامح انت كسبت معانا هديه، انا وعدك بقى الله في اللي فات. بس انت اتأخرت. 25 جنيه، انتوا متخيلين؟ 25 جنيه الطبعة الواحدة ب 10 جنيه، الطبعة الواحدة على البنطلون وعلى التيشيرت ب 10 جنيه، الطقم على بعضه ب 25 جنيه، ضيع يا شناوي، ضيع يا شناوي. يبقى معانا الوقت مقاس أربعة من 25 جنيه، من 25 جنيه يا جدعان، شايفين؟ شايفين النقشات والألوانات؟ 25 جنيه شناوي. اشتري لابنك وبنتك ببلاش من عند شناوي ب 25 جنيه.
25 جنيه تجيب ايه النهارده؟ كيسين شيبسي. كيسين شيبسي اشتريت لابنك حته ب 25، كيس واحد. احمد بيقول كيس واحد. الشيبسي غالي قوي قوي قوي. بطاطس غاليه اليومين دول بصراحه. 25 جنيه انتوا متخيلين؟ وخامه وتقفيل فوق الممتاز. 25 جنيه شناوي. ما احنا الخميس اهو يا مسامح، امال احنا النهارده مش النهارده الخميس؟ والله العظيم الشغل في مكان في اسكندريه؟ لا احنا في شحن يا جماعه. في شحن. في شحن لاي مكان. في شحن لاي مكان. اهو. اهو 25 جنيه 25 جنيه والمقاسات بقى 30. بتقول الكيلو بصل اسراء بتقول الكيلو بصل ب 25 جنيه صحيح. اهو 25 جنيه شناوي بنبيع لكم ببلاش البلاش، ببلاش الا ربع، يا بلاش يا بلاش. بصوا القطه الكيتي الكتاكيتي دي كفايه فتح بقى، كفايه تفتيح بقى، الناس والله هتطول. بصوا الكيتي الكتاكيتي دي سن اربع سنين يا نغم، اربع سنين. اه طبعا يا اسراء، امال ايه؟ بصوا الكيتي. لو رحت هتلاقينا هناك. بصوا الكيتي كتاكيتي، بصوا المقاسات وجمالها يا جدعان. بصوا الحته فن، مش عن مش بيقولوا كده يا محمد؟ المفروض يعني. بصوا الجمدان اهو اهو. لا انا النهارده بصوا شاربه لغه تكاتك لحد ما شبعت. النهارده الشغل ببلاش وخسرانين ودايسين. بصوا الشياكه والعظم اهو اهو. بصوا الجمدان يا جدعان، الوانات بقى زي ما تقول قول، كيتي كتاكيتي اهي بكل الواناتها موجوده وبكميات. نيجي بقى العظمه اللي عليها الدور. الدلوعه دي انا بتقول لك ارحم الغلابه بقى، ارحم الغلابه البوم واقف. كده هنفلس، بص هنشحت الموسم الجاي. اسعار ببلاش. بوسي بتمسي عليكي. حبيبتي اللي متابعاني كل لايف. اه مثيل على رهومه. بصوا الدفايات اللي ب 65 يا جدعان. بصوا المقاسات. بصوا المقاسات عامله ازاي؟ والطيجره المجننه في نور الهدى القطاعي في المكان أهو. ما بشحنش قطاعي اهو يا جدعان. الاسعار دي التجار الجمله. بصوا الجمله حنان أهو. خمس سنين ياخدوا حاجات ثانيه موجود. بصوا الالوان موجود، مقاسات كتير من موديلات مختلفه، مقاسات خاصه اهو يا جدعان. فايبر مكسر بطانيه من جوه، مش لاميه، مش الخامه اللي موجوده في السوق. الخامه اللي موجوده في السوق بنباعها ب 49 جنيه. الخامه اللي موجوده في السوق بنباعها ب 49 جنيه. بصوا الكتاكيتي، بصوا القطه المقطقطه، بصوا الجمدان. الدفايات القطيفه اللي مكسره الدنيا بنقشات. بصوا انا هفتح لكم اللون ده. مريم بتقول لك الله ينور عليك. أوه. الشغل بينور اهو. بينور في بينور الضلمه. بينور في الضلمه. الشناوي واحد بس. ده الشعار الجديد، ايه رايكم؟ ام فهد بتمسي عليك حبيبتي حبيبتي والمنايفه وكل المنوفيه واهلها. ام فهد دي حبيبتنا بقالها سنين يا جماعه والله. بصوا الشياكه، بصوا العظمه، بصوا الجمدان. الدفايات التايجر دي المقاس الجامبو. ده المقاس اللي بصوا ما بنقولش عليه جامبو، ده حريمي عندنا. الجامبو يلبس ل 120 و130 كيلو. هنوريه لكم دلوقتي، هنوريه لكم دلوقتي. البولارات اللي بتنور في الضلمه، البولارات اللي بتنور في الضلمه اهي اهي يا جدعان. ندخل لكم على العربيه الجديده دلوقتي. اه ام سامح بتقول مش هاكل اخر اللايف، مش هتفضلوا معانا لاخر اللايف. ام اياد عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار مصنع اولاد الشناوي. شايفين الشغل؟ الشغل بيتكلم عربي، بيتكلم انجليزي، المهم ان الشغل بيتكلم. بيتكلم. الناس اللي بتسال على الدفايات اللطيفه انا هلقط لك كده كام حاجه من الدفايات اللطيفه وانا واقفه. بصوا دفايات ولا عبايات؟ عبايات. عبايات لطيفه. اه العبايات لطيفه. بصوا الشغل اللوكس ده بقى، ده بقى اللوكسيات بقى. بكام الدفايات الصفرة دي؟ 65 يا شناوي. بنبيع ذره يا جماعه، بنبيع ذره. ذره بكام النهارده يا عم محمد؟ بصوا الجمدان اهو. عبايات لطيفه روعه كلها واسعه. المقاسات لحد 4 اكس، المقاسات لحد 4 اكس، لحد 4 اكس. حاجات كده بسم الله ما شاء الله، الله ينور. كام العبايات القطيفه؟ شغل اللوكس ده ب 210 وخصم الكميات. 210 وخصم الكميات. الشغل اللي داخل. او بيقول فيها عربيه قطيفه جاي. عاملين لكم عظمه. عاملين لكم عظمه. اه صح. شايفين العظمه؟ اللي يشتري مننا نقول له عمنا. المهم يشتري مننا. شايفين الموديلات وجمالها والالوانات؟ ام عبده من المنيا. اهلا بيكي. المنيويه. الله ينور على المنيويه، بسم الله ما شاء الله بيشيلوا كميات ولا اجدعها. مش هقول لكم بقى، ما شاء الله اغلب زمايلنا من المنيويه، والناس اللي نورتنا من المنيا يعني بصوا احلى تحيه، احلى تحيه. الناس اللي جات لنا من القاهره والله مشوار برضه. لا بس بتوع المنيا مشوا بعد المغرب يا محمد. بتوع المنيا قعدوا معانا اليوم كله.
بصوا الشياكة، بصوا العظمة، وجم شالوا عبايات. يعني هما بسم الله ما شاء الله عليهم شغلهم اغلبه في العباية. بصوا الحتة دي بقى، بصوا الحتة دي، العبايات موجودة بس الدنيا مش قلبة علينا شقلبة كده. والله الدنيا يا جماعة مش قلبة علينا شقلبة. نعيمة القطاعي في المكان، احنا ما بنشحنش قطاعي. بصوا الجمدان، بصوا العباية. حد بيجيب في سيرتك بتقول لك اسراء. بصوا التكات والحركات، بصوا الشغل. الله ينور يا شناوي، الله ينور يا شناوي. اهو اهو، اي حاجة نفسك فيها اكتبها في التعليقات هتلاقيها بنص الثمن اللايف الجاي. اي حاجة نفسكم فيها في التعليقات يا جماعة قولوا لنا، احنا عايزين كذا يا شناوي، احنا عاوزين. في لون اسود، في لون اسود، في كل الالوان يا جماعة من العباية. افتحي لون اسود، اسود اهو اهو، خدي خدي الموديل ده. ولا ده زيت؟ لا ده زيت، موديل اسود اهو. امسكي احجزي يا ابني الاسود ده اهو، الاسود اهو يا جماعة، في كل الالوان يا جماعة. بس احنا مش عارفين نفتح ايه ولا ايه. انا جالي عقدة من التفتيح والطوي. كفاية بقى، كفاية كفاية كده التفتيح. اه كفاية تفتيح صح؟ هنفتح الشغل الجديد بس. ولا الله ولا الجديد كمان لازم يتفتح. بصوا الجمدان يا جدعان، تشكيل لو انت عايز تشكل مكانك، مكتبك، دنيتك، كله موجود. عربية العبيان جاية الأسبوع الجاي إن شاء الله. عربية العبيان أرخص سعر في الكوكب، أرخص سعر في الكوكب. أهو يلا بقى نلف كده نشوف الدخلة دي. هنهوب ورقة العنوان، هنهوب ورقة العنوان. البيجامات اللي 110 اهي اهي. بصوا بصوا الشياكة والعظمة. اسراء بتقول لك ام يوسف تعبت والله. ام يوسف والله ام يوسف ربنا يستر. فرحتك مننا يا جماعة. العباية اللي البنطلون اللي مكسرة الدنيا معانا. كف. اه. عباية الكف بتاعتي. افتح لكم انهي لون؟ البني ده عشان مفتوح. افتح لكم اللون البني. بصوا الجمدان، احنا عايزين ناس تتطوع تيجي تطوي بكره، والله العظيم. اي حد فاتوا قريب. شكرا يا بوزي. اه والله الناس تيجي تطوي، ام سامح تيجي تطولنا بكره. فاكر مسامح كنا نقول ايه؟ تعالوا طووا معانا الهدوم، والله العظيم. ما هتقول لك ايه؟ بصوا الجمدان اهو اهو اهو، العبايه الكف اللي مكسره الدنيا معانا. بصوا من القصه كامله اللي كانت كده اللايف اللي فات، ما عادش الا شيكارتين من القصه الكامله، ما عادش الا كام شيكارتين اهو، شيكارتين من القصه الكامله بفضل الله اهو. شايفين عبايه استقبال ما حصلتش فيك يا مصر، ما حصلتش فيك يا مصر. الدفايه الجامبو اللي مكسره الدنيا معانا، الترند، احنا بتوع الترندات. بكام العبايه الكف؟ ماتش فاكر 235. العبايه بنطلونها 235، العبايه بنطلونها ده اللي بنقول عليه ايه؟ جامبو كامل 235. ام زياد هنجيب لك منها. حاضر الحقوها بس الحقوها. بيك سايز، الوانها روعه، الوانها روعه، الوانها روعه، والخامه بتاعتها فايبر مكسر. الروب القصير استحابه برضه. يوسف يوسف تسلم. البيجامه الفرو الكاو اللي ب 150 جنيه. بوس الشامي هتيجي تساعدك بكره. بوسي الشامي هتيجي تساعدك بكره تطول معاك. والله العظيم بوسي ده انا عامل لك تمثال هنا في قلب المكان. والله العظيم عايزين ناس تطول معانا قسما بالله. الف والله مضغوطين يا ام زياد مضغوطين. اه هنفتح بكره من بعد الصلاه، هنفتح بكره من بعد الصلاه. محدش يجي بدري، محدش يجي بدري، تعالوا متاخر. اهو العبايه البولر التطريز. بصوا الشياكه. هنجيب لك يا اسراء اللي انت عاوزاه. انت عاوزه ايه يا اسراء؟ اسراء بتقول لك هتزعل قوي لو راحت. اللي هي ايه بقى؟ هي اللي انت عاوزاها. التونيك القطيفه اللي ب 160 جنيه الجامبو. انتوا متخيلين انا بقول لكم ايه؟ انتوا متخيلين يا جدعان الارقام اللي احنا بننطقها؟ ام سامح بتقول لك اجي على بيات، احنا هنطلع ننام من دلوقتي يا ام سامح. بص الشياكه والعظمه، شناوي ما بيهزرش. لازم طبعا كميات الخصم، ما عشان اخصم يبقى لازم كميه. بصوا التونيكات، بصوا التونيكات ام بلاش. تونيكات بسعر الدفايات. حلوه الجمله دي، حلوه الجمله دي. بصوا ببلاش، ببلاش البلاش يا شناوي. الدفايات الاطفال، ثم الدفايات الاطفال بمقاساتها. اربع مقاسات في الدفايات الاطفالي ب 50 جنيه دفايه، الصوف الاصلي النظيفه. العبايه الجمل اللي ب 135 فين؟ هي دي؟
دي مش الجمل اللي هي دوك البولر بالبنطلون الجمل عبايه الشينا ب 235 يا اسراء ب 235 ده خيال. بصوا الرسومات بصوا النجوم دي. يوسف بتقول لك بتقولي اشعار بقول اشعار صح؟ انا النهارده اتهورت اه اصل الشغل ايه؟ رزقكم والله العظيم بس بتقول لك كفايه تفتيح بقى كفايه بقى تفتيح شايفين النجوم دي؟ والدفايه مراقبه النجوم دي؟ الاسعار يا كامل الاسعار على التليجرام هتنزل كلها على التليجرام لان ما هو احنا كده كده بنقول اسعارنا في اللايف اساسا هطلع حالا اكتب لكم الاسعار عشان الناس اللي بتنسى والناس اللي بتسمع غلط نكتب لهم برضه الترنجات القطيفه المستورده اللي ب 165 جنيه اخدك ومش حالك 165 اهو يا جدعان اهو شايفين العظمه دي بصوا دي بقى دي عظمه على عظمه ده عظمه على عظمه الشناوي عامل قلبان الشناوي عامل لكم قلبان تشكيل ما حصلش فيك يا مصر تشكيل حاضر يا اسراء هنبعتها لك حاضر اهو شايفين الشغل ودي بقى استكين كده من على الجنب حاجه كده ايه اخر انتكه حاجه اخر انتكه يا الله انا ما كنتش قادره اتكلم بصوا بيجامه اربع قطع اهي العبايه النايك اللي مكسره الدنيا كفايه بقى تفتيح بقى البولر الروب البولر الساده كيف بقى نوريكم الشغل الجديد الجامد جدا والطحن الله ينور بسم الله ما شاء الله كده صلوا على النبي كده الناس اللي حضرتك ايوه الصلاه والسلام ايوه قصه كامله مفيش حاجه ايه لو انا عايز كميات يا شناوي كميات مفتوح كميات ايه مفتوح والله ما عندنا مكان نحط فيه الشغل الحته وزن ما احناش عارفين نمشي اساسا وزنها كام؟ كسرة كيلو يا جماعة. واحدة كام تطريزة؟ خمس تطريزات. بصوا الشغل عامل ازاي. أيوة الناس كده اللي معانا تصلي على النبي بقى، صلوا بقى على النبي كده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تونيك البطة البطبوطة. البطة البطبوطة. زي ما أنتم شايفين كده. جبين البطة وحزام من الوسط. ورقة العنوان فين؟ وحزام من الوسط. والبنطلون المحترم ده. طيب الوانه ايه يا شناوي؟ نفتح لكم حته كده نبيتي على كتفكم. ما كفايه فتح كده. لا انا بحب اللون النبيتي. استنى يا محمد. في شحن الاسيوط يا يوسف طبعا. العنوان. ادخل يا احمد هات ورقه العنوان كده. اه ونسيت اوريكم. نسيت اوريكم الشعار بتاعنا. صنع خصيصا للاردن وليبيا. ده شعارنا. اهو. ده شعارنا يا جدعان. بصوا الجمدان يا جدعان. احنا عايزين نبعت نقلتين لليبيا. اهو. احنا الترند. واخد شرايط التونيكات الطويله شايفين واخد شرايط كده اهو الواد الجديد الله ينور يا شناوي بصوا الجمدان بصوا التونيك عامل ازاي امهات امهات عارفين ده بينزل بكام عارفين الحاجات دي بتنزل بكام بارقام عندي الشناوي ايه هنفاجئكم ببلاش اقل من 200 جنيه بكتير بصوا المقاس عامل ازاي شرايط على البنطلون شرايط على البنطلون من ناحيتين بصوا المقاس جامبو من العيار التقيل مقاس يلبس 100 كيلو شرايط تونيك البطه الشرايط القصه كامله يا جدعان القصه كامله يا جدعان كام لون يا شناوي؟ 14 لون 14 لون ايوه كما يقال ادا لون عشان ما حدش يطلب سته ويقول لي اللون ده ما جاليش هم 14 لون اتفرجوا يا جدعان اتفرجوا يا جدعان بنبيع ايه؟ يلا. يلا ما نفض الشكارة كلها على الأرض بقى أهو أهو مفيش لون بينزل شبه التاني أيوه الله على البني بصوا البني البني ده حكاية والكفر في شحن كفر الشيخ طبعا والأصفر والزيتي الله ينور عليك يا شناوي موسف بتقول لك بكرة هتطبق الشغل وتروح ما هو خلاص بقى ما كفاية اللي أنت عاملاه طلبنا ناس تطبق معانا طلبنا ناس أه هنقطع على طول كيسه كيسه ام 15 جنيه اللي جايه بص الشغل بتاعنا يتعلق كده في محلاتكم تبيعوه لوكس ما كله بثمن اهو ايوه الله ينور عليكم والله في شحن الشرقيه شيماء طبعا في شحن لاي مكان فيك يا مصر شحن الشرقيه 60 جوه مصر اهو وتحيا مصر شغل قطايف وكنافه وكل حاجه رمضان داخل علينا بصوا الحته
تطريزه الدبدوب الام فوق وبنتها تحت. ايوه عشان ما نزعلش الام وبنتها تحت عشان ما نفرقش بين اهو. والجيوب اهي، والجيوب اهي، شايفين حته؟ الله ينور، الله ينور عليك يا شناوي، الله ينور عليك يا شناوي. اما شناوي يقول هعمل لايف لازم اوريكم شغل ما انزلش السوق. بصوا بقى القصه دي بقى، ايوه القصه دي خمسه 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 خمسه. بصوا امهات شامبو ومكسر. حسب بس لا حاجه تقع ولا حاجه. اه والله يا ابني انا مرعوبه، انا حاسه ان في حاجه هتحصل قبل ما اللايف يقع. انا ههرب ههرب على طول والله العظيم. حسب حسب كل حته من دي بتاعتك؟ اه انا هاخد حته من كل حته. انت عليك، انت عليك كيسه المفروض كانت تيجي. بصوا كيستين. بصوا عامل ازاي؟ امهات جامبو بيك سايز يا جدعان. بصوا الحته بتتكلم عربي وانجليزي وفرنساوي اهو يا شناوي. الله ينور عليك يا شناوي، الله ينور. بصوا المقاس جامبو، مقاسات مش موجوده في السوق، مقاسات مش موجوده في السوق. شايفين العظمه؟ شغل تحفه والله يا نجلاء. شايفين العظمه؟ بسم الله ما شاء الله كميات. وعايزه اقول لكم ان انا الحمد لله قضيت رسالتي النهارده، حرقت لكم الشغل كله، والشغل كله هينزل على التليجرام باسعار في شحن سوهاج طبعا. الناس اللي عايزه تنورنا من اي مكان في مصر، جوه مصر، بره مصر، في اي حته، عنوان دمياط، الروضه، شارع الحصار، اولاد الشناوي. عايز اي كميات؟ مفتوح الكميات يا جماعه. ينفع يا شيماء طبعا. كميات. الناس اللي تيجي تطوب معايا بكره انا فاكراكم، هجيبكم التعليقات. واللي مش هيجي هشهر باللايف الجاي. اللي مش هيجي هشهر باللايف الجاي. اهو العنوان اهو، مستنيينكم. الحجز على الارقام دي يا جدعان، واستنونا في لايف قوي جدا جدا جدا. مش هحرق لكم المفاجاه، بس طبعا عارفين. لا مش الخميس، احنا دلوقتي بننزل لايفين وثلاثه في الاسبوع. احنا دلوقتي بننزل لكم كل يوم ويوم لايف. عايزين فرتكه الموسم ده، مش هتقعدوا. اللي شغال مع الشناوي شغال، واللي مش شغال معانا نايم ومش بيبيع. تمام، استنونا اللايف الجاي بنقله ما حصلتش فيك يا مصر. والسلام عليكم.